السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم أطايب. مرحبا بكم مع هذه الأيام الجميلة وهذه الروحانية الرائعة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حياك الله أبو كريم. الله يحييك ويبارك فيك، شخبارك منك ومن الله يسعدك. أبو كريم صراحة أنا تلخبطت. يلا الأشياء اللي أنت بسويها كذا طلع. طب شوف، بالنسبة لرمضان نحن ما بتزبط معنا إلا اللي عم نعمل شيء يكون مدهش، يعني تنتزع الدهشة من المشاهد وحريصين. ويقول لك المثل إذا شبع العين يشبع البطن. صحيح، نحن حريصين نشبع اثنين. يا سلام، والله كذا حبيت حبيبي. أيوه، رح نعمل اليوم شيش برك. شيش برك. رح نعمل خطوة خطوة، نوصل طريقة لفه، طريقة عجينه. ممتاز. وعاملين قالب القرفي بالجبن، هيدا نوع من الحلويات، عاملينه طريقتين، طريقة أصابع بهيدي الطريقة، نفس العجينة نفس المكونات اللي بيختلف الشكل. جميل. راح نبدأ نشتغل بالطبق الرئيسي. سلمى لك سعبت وأنا بروح للطبق الحلو لنبقى تعطيني توجيهاتك. بس تسلم. عنا يا طويل العمر هذا إيش هو هذا؟ عنا هون زبادي. أي حلو. فوق الزبادي راح نضيف اول خطوه، مش ملعقتين كبار من اللي شفت. شو شاطر ما شاء الله عليك. في هون عنا ايش؟ قشطه الكريم، عفوا الفريش كريم، راح نضيف واحد كوب. كويس. بالاضافه لهذول حبتين من البيض راح نضيفهم لفوق. هيدا اللبن، هيدي وحده انا مسكنك، وهيدي اثنين. أنا أبغى أتعلم سالفة البيض هذا. راح نضيف ملعقتين صغار من بهار الأبيض. يا سلام. نستمر بتقليبهم. نضيف ملعقة كبيرة من الثوم المهروس. تقريبا 60 جرام أو ملعقة أو نص من الزبدة. يا سلام. ملعقة كبيرة من نعناع البودرة. بس مو شغال يا ابو كريم. لا شغال. احنا شغلنا العكس. اوكي مزبوط سيدي. ايوه الان خلاص. ايه اشتغلنا هذيك. اوكي. بالاضافة لهيدا اللي حطيناه هون نضيف ما يلزم من الملح او حسب رغبتنا من الملح. يا سلام. هيدي الاصناف او هيدي المكونات الصلصة. الآن فينا نعمل بنفس الطبخة أو بنفس تكوينة اللبن هاي كوسة باللبن، فينا نعمل كبي باللبن، فينا نعمل شيش برك باللبن، فينا نعمل اللي هو بيسموه لبن أمه أو بيسموه الشاكرية. لبن أمه نحن نسميه اللبنانيين لبن أمه، اللي هو قطع اللحم مع قطع البصل بنفس طريقة اللبن. أبو أحمد في فاصل ولا ما؟ أنا تعبت. هذا الشيش برك. الشيش برك رح نوصل الطريقة، علما انه طريقة العجين، عجينة الشيش برك، هي بكل بساطة اذا عنا كيلو واحد من الطحين بنضيف له كوب من زيت الذرة، ملعقتين ونص من الملح، بالاضافة لما يلزم من المي لنحصل على العجين اللي قابل للتشكيل. منقطعه دواير ومنحشي مثل ما رح منشوف بعد الفاصل. لك خلينا نغطيه لحتى ما ينشف ومننتقل لنشتغل بطبق الحلو. انت بتضلك اذا بدك. اي انا معك، انا هنا، انا خليني هنا لهيدي العجينه. نحن عاملين عينه لكن نحن حريصين قلنا نوصل المعلومه بكل مرحله. هيدا العجين يعني نحن عم نشتغل فيه، طبعا حشيناه بالجبن. ايوه قابل للسيلان حشيناه. وبالتالي هذا العجين معه القرفه، لا محشي بالجبن. هذا الجبن. أيوة. ومغمس بالقرفة. لكن طريقة التغميس انا مخلي هون كيس فاضي ليسهل انه نغمس العجينة بكافة من كافة نواحيها. بنحط القليل من القرفة بهذا الكيس. اي بنرجه بهذا الشكل.
التفكير هيك بنضمن انه وصل غمست القطع كلها بالقرفه بنرجعها لهون. بعدين بننقل هيدا العجين على هيدا القالب، وبين كل طبقه من هيدي الكور بنحط القليل من الزبده السايحه فوق الكور. نرجع بنحط المتبقي، بنوزع الزبده، وبنرجع بنحط طبقه من الكور. على فكره هيدا الآلي اللي عم بيشتغل فيه هو نسخه طبق الاصل من اللي نحن مسويين، لكن مفروض نخلي العجين من بعد ما نحشيه نريحه فتره بسيطه، وبنخبزه بفرن معتدل الحراره، وبعدين بنسقيه بنوع من المربى مثل ما نحن مسويين، وبنقدمه كنوع من الحلويات. هيدا القالب لو نحن سبق وريحناه، بنريح العجين بنفس الطريقه او نفس الوقت اللي بننتهي من توزيع الزبده فوق كور العجين المحشيه بالجبن، راح نزج فيه بالفرن ونعمل هذا ما يحترق ال لا هذا سيليكون، هذا خاص للفران للفريزر. ممتاز. هذا تقريبا يا ابو كريم عندي هنا طيب ابو كريم تفضل. على 400 درجه فرن؟ لا هذا 370 370 لحاجه ل 35 دقيقه، لكن المفروض يكون الفرن حامي، يعني مشغلينه قبل ما نوضع اي شيء فيه. ممتاز ممتاز. ونبدا بتحضير العجين يلي نحن سوينا منه قالب القرفه. يعني الان بتعيد تحضير العجين؟ لا نحن وصلنا بتقول بدانا من الاخر. نحن حنرجع نعمل العجين الان. كانت العجينه مكوره وحشينا بالجبن ومريحينا لحتى ترتاح، لانه فيها خميره حتى تختمر العجينه. الان نحن رح نوصل طريقه المرحله يلي نحن تجاوزناها ومحل ما بلشنا، نحن رح نبدا من الصفر. ممتاز. الان بهيدي العجينه رح نضيف 3 كوب من الطحين، 3 كوب ونص من الطحين. ممتاز. نضيف فوق منهم ملعقه من الفانيليا، بنضيف ملعقة من البيكنج باودر، بنضيف ملعقة كبيرة من السكر، هذيك معالق صغيرة، بنضيف ملعقة صغيرة من الخميرة، هاي المواد الجافة اللي حطيناها كلها، وبنشغل. بدي الملح من عندك. أبشر. مش عم يتعاون معك الحرارة؟ لا لا ممتاز ماشي ماشي ماشي. أوكي. ماشي. ضفنا الملح وبنشغل. ومنضيف مقدار 50 جرام من الزبدة تكون بحرارة الغرفة لفوق المواد الجافة يلي حطيناها بالأول. بعدين منشغل ومنحط تقريبا بحاجة لكوب وربع من الماء أو ما يلزم من الماء، لأنه نوع الطحين بتوقف عليه كمية السوائل. كالعادة ايضا لازم تريح العجينه أي ساعه. اي عجين في خفيف ضروري ساعه، اذا كان اذا عندك مثلا خماره بالبيت او بمعنى او مكان دافي، مكان دافي عرفت كيف؟ بالتالي مطل بحاجه انك تنطر ساعه، او اذا حتى ما كان عندك محل دافي ممكن تحط العجين باناء وتغلفه ببطانيه او بشرشف. هذا هي الطريقه اللي احنا نسويها. ايوه، بحيث تسريع تخميره. عندي سؤال فني يا ابو كريم الان، هل لو اراد الشخص انه يسوي الاشياء هذه بس بالبر مو بالابيض؟ كثير ممتاز، بس بحاجه اكثر للخميره بتصير. بصير زياده الخميرة. بسيط. الان هذه العجينه صارت جاهزه، لكن المفروض نريحها، لكن نحن رح نوصل طريقه. حلو. طريقه اللي هي تكوير، ناخذ لنا جزء منها وبناخذ جزء من الجبنه، بنغلف لتبقى الجبنه
داخل قطعة العجين. بنعمل المقدار الكافي 50 70 80 حسب القالب مثل هذا الشكل، وبعدين بنحطهم بالكيس مثل ما عملنا بحيث يغمرون القرفة. غمرهم ايوه، لكن بالكيس اسهل. طيب هذا بدا ايوه بدا يغلي. المفروض بهيدي المرحله نشيله على النار. ايوه، وبنفس الوقت يا طويل العمر بنحط شيش برا. ايوه، اوف، هيدا المنديل حاطينه احنا مشان يمتص الزيت. طيب وخليه كذا. اوكي، الان اللبن هذه انسجنت، هذه خلصت ما في مشكله. استنى الان نفتح. ايوه الان بهذه المرحله ايوه بنكون طبعا انسب شيء او اطيب شيء هذه الاكله مع الرز. رز انا كده احبك ترى. رز بالشعيريه طبعا، رز الشعلان مناسبه، لكن لما نحط الشيش برك باللبن نقدمها على الفور بالفور. ليه؟ لانه بعدها العجينه تقرمش، لو تركناها فتره طويله حتلتصق الشيش برك ببعضه وتصير عجين كانك عم تاكل عجين. ضروري لما نوصل لهذه المرحله نقدمها من بعد ما ننطر عليها قص نقطه. يا سلام، بتطلع تقرير؟ نطلع تقرير؟ كيف بدك؟ نطلع تقرير. طيب يا جماعه الخير نطلع التقرير هذا، ولا ننسى لا ننسى نطلع التقرير لنستفيد منه، ولا ننسى اننا في شهر رمضان المبارك يعني نتعامل مع في كل ايام السنه، لكن في رمضان نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بشكل مكثف بشكل زائد حتى ننال الخير ان شاء الله من ربنا سبحانه. رمضان عباره عن دوره تدريبيه تفيدك طوال السنه. الله يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. نطلع للتقرير ونرجع لكم مع شيش برك ومع الحركات الحلوه اللي مسويها ابو كريم. انتظرونا. هذا البرنامج برعاية الرز الشعلان من زمان أحباب، قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق، مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. يتميز الكشمش الأحمر بشعبية واسعة لدى الأوروبيين، فهو من الثمار الهامة لديهم في صنع العديد من أنواع الحلويات، تعود أصولها إلى أوروبا الغربية، وبعض الأنواع الأخرى المتشابهة تنمو في المناطق الباردة من أمريكا الشمالية وقارة آسيا. تستخدم ثمرة الكشمش الأحمر حديثا كمنشط عام للجسد وفي علاج حالات الإرهاق والوهن الجسدي، كما أنها تنشط الشهية والإقبال على الطعام، وتفيد في حالات النقاهة واستعادة الحالة الطبيعية للجسم. يحث الأطباء على تناولها خاصة من يعانون من أمراض القلب، كما أنها نافعة في علاج مرض تشمع الكبد. وتبين إحدى الدراسات الحديثة عن خاصية جديدة تتمتع بها ثمار الكشمش، فهي تحتوي على مركبات فريدة مثل إنثوساينس المساند لسلامة الجهاز العصبي بتحكمها بمستوى الإشارات الكهربائية في الأعصاب، وتغذي الدماغ والعضلات بالإشارات الحسية اللازمة للحركة. ومن الجدير بالذكر أنها تزيد من سرعة استجابة العين عند التعرض للظلام بعد الإضاءة الشديدة. في حالات كثيرة تستغرق العين 30 دقيقة للتكيف التام مع الظلام، وبتوفر الإنثوساينس تقل هذه المدة، وهي التي تكسب الثمار لونها الطبيعي. وتعتبر أيضا من مضادات الأكسدة القوية التي تقي الجسم من الإصابة بالسرطان. تحتوي ثمار الكشمش الأحمر على نسبة جيدة من فيتامين جيم تصل إلى 21 جرام لكل 100 جرام، بالإضافة إلى مجموعة من فيتامين با، ويشكل الماء نسبة كبيرة من وزن الثمرة تصل إلى 83%، كما أنها تحتوي على معدلات مرتفعة من الأملاح المعدنية، أكثرها أملاح البوتاسيوم والمنغنيز والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد. ويعتبر الكشمش من الثمار المناسبة في محاربة السمنة وإنقاص الوزن. هذا البرنامج برعاية
أرز الشعلان من زمان أحباب. قصر الأواني جهتك الأولى للتسوق. مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. أهلا وسهلا، حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل وبعد هذا الحقيقة الإغراء العظيم اللي قاعدين نشوفه احنا قدامنا. ايش وصلنا له كريم؟ بس تكفى نبغى نسوي كذا عادة سريعة. هذه الأكلة قلنا الصلصة فينا نستعملها لأكثر من جهة أو لأكثر من مذاق. حلو. الشيش براق، الكبي، الكوسة، الشكرية، اللبن، الباذنجان تختلف شوي. حلو. عرفت كيف؟ أما تركيبتها هي حطينا اللبن، ضفنا لها الثوم والنعناع والكريم والبيض والبار الابيض والفلفل الابيض والنعنع والملح. يا سلام. حطيناهم لما بدات ترتقع اشتغلي شنو هذا، لانه غلى وغليت حيصير عندك مخاض، حيصير عندك يعني حيصير عندك نوع من القريش، وبالتالي بتتجنب هذا النتيجه. حلو. بعدين حطينا عليها الشيش برك. طبعا شيش برك. وهلا نحن وصلنا عجننا عجينه قالب القرفي بالجبن. اما عجينه الشيش برك تختلف كليا عن العجينه، ما فيها بتمنى ما فيها قلنا احنا زيت وطحين وملح ومي. حيشوفوا المكونات على الشاشه. اما طريقه تشكيله بكل بساطه، انا عندي لحمه مفرومه. على فكره اللحمه المفرومه اللي هي الحشوه مرقت حشوه، عفوا الكبي معنا نفس الحشوه، فينا نستعملها لاكثر من نوع. رح ناخذ جزء من هذه العجينه طبعا، وبناخذ جزء من الحشوه تقريبا نص ملعقه، بنسكرها بهذا الشكل ونضغط بس نحصل على شكل نصف هلال. بعدين بنلفها بهذه الطريقه. هيك صار عندنا شيش برك. حلو. فينا نعمل الست البلد اللي عندها وقت فاضي تعمل مقدار اللي بتشوفه هي يكفي لطيله شهر رمضان، ممكن تعمل مثلا هيدا باسبوع تعمل مرتين، وعندها اسره من خمس اشخاص تعمل مثلا شيء 1000 حبة وتحطها في الفريزر، وتحط كل 100 حبة ولا 150 حبة بالفريزر بكيس، أو تفرزهم بالأول دور واحد ما تستلهم بعض لحتى ما يلتصق ببعضه. لما يتجمد بتشيلهم بتحطهم بكيس، بتحط تاريخ عليه، بالتالي طيب سوينا يعني حبة ثانية عشان ناخذ بنطبقها. يعني طريقة السمبوسك نفسها، لكن السمبوسك بنلفها نحن هيك، لكن الكفوف هون بتعيق أحكيهم. معلش لفها بهذه الطريقه. هذه السمبوسك العاديه. لكن هذا هذه طريقه الشيش برك. طبعا نحن قلنا حيكون عندنا حلقه باذن الله عن المعجن، عن المعجنات. شيش برك اللف لفها بهذا الشكل. يا سلام. ياخذ بكل بساطة نستمر نلفهم. طيب نقليه ولا كيف؟ طبعا طبعا قلي بتقلي. هلا فيك تشوي بالفرن، تخبزه بالفرن، لكن اذا ما بهمك موضوع الدسامة انه بطنك يصير قدام وده تلحقه خربانك خربانك اروح لا الزيت اطيب، اللي اطيب يعني. حتى الان السمبوسة سمبوسة بقى رمضان علينا نحن فيه شهر الكريم، لما تعملها بالفرن تدهنها بالزيت تعملها بالفرن طعم، ولما تقليها قلي طعم ثاني تختلف. صح. انا تعودت على اكلها مشويه في الفرن بس مقليه اطيب، بس خلاص اللي تعود. صحيح. انا لما اروح لاحد يحط لي مقليه ما عاد نفس تطيب له كثير. لكن في شغله هون بالنسبه للشيش برك، ضروري لما نقطع العجينه احنا الدوائر ونتركه نحط الحشوه من ناحيه الطاوله، لانه فوق الحشوه الان جافي على الهواء، لو لمستها هتلاقيها جافه ما بيلتصق ببعضه. شوف ما بيلتصق. ايوه بس لكن لما قلبتها من هذا الطرف. هذه معلومه حلوه. شوفوا يا جماعه شوفوا، يعني هي الجزء هذا اللي ناشف بالضبط. أيوة. لكن هنا ايوه بالضبط. يعني الجزء بدك تحط الحشوه، الجزء اللي ناحيه الطبق ناحيه الطاوله تفتحها كده بتعملها، بعدين بتحط الحشوه المناسبه نص ملعقه اقل اكثر. بكل بساطه نعمل المقدار اللي احنا بحاجه. يا سلام. اما وصلت هات الشيء هذا الان، اعطينا الاهرامات اللي انت سويتها هنا الان. شو معنى وقت؟ طبعا قلنا هيدا خلينا نشيك عليه بفرن شوي. طيب هو بحاجه لوقت، لكن خلينا نفرجي المشاهدين على مرحله الاستواء.
اجيب لك الطبق؟ انا اجيب. طبعا احنا عندنا نموذجين يا ابو كريم صحيح؟ نعم نموذجين. اي الان النموذج اللي نحفرين عليه هيدا طبعا على الزبده بدا يعني يكبر او يرتفخ العجين بنخليه ليشرب العجين كافه الزبده وبعدين بنقلبه بندهنه بالمربى رح نرجعه على الفرن. ممتاز. اما الطريقه الثانيه اللي هي الاصابع بكل بساطه لو اخذنا جزء من العجين نفس الطريقه هذيك ناخذ قطعه من العجين ومنحشيها بالجبن ومنطبقها بشكل مستطيل. هذه طريقه الاصابع. ايوه بس وتوضع بجوار بعض بعدين وراك. نفس الطريقه بنغمسها ونحطها بقالب بدنا يكون قالب دائري وغوي بنحطها بقالب مستطيل جنب بعض. ممتاز. من بعد ما نغمسهم بالقرفه الان بننتقل بالوقت المتبقي. كم باقي لنا يا جماعه؟ طيب ناخذ فاصل. اوكي ناخذ فاصل. معنا فاصل اعلاني يا جماعه الخير وراح فاصل ونواصل ان شاء الله راح نرجع لكم بعد الفاصل نكمل مع هذه الابداعات حقيقه مع ابو كريم. انتظرونا. هذا البرنامج برعايه الرز الشعلان من زمان احباب قصر الاواني جهتك الاولى للتسوق مطاعم ماريز التفرد بالطعم والمكان. مائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحباب. الآن أجمل نغمات رمضان على جوالك. أرسل كود النغمة على 1616 STC أو 1404 موبايلي. ليلة القدر سليم بن حمدان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. STC 1001101 موبايلي 1034161. ممن ينال فيها من الثواب والأجر. تزود. أهلا وسهلا حياكم الله مشاهدين الكرام وألف مرحب بكم بعد هذا الفاصل ومع ابداعات ابو كريم. هلا والله هلا والله والله ابداع فيها جح يا ابو كريم. هلا والله. احنا زمان عملنا زيني برمضان اول مره بنعمل بالشهر الكريم زيني وباقي كونه دقيقتين ثلاثه بنقدم نوع حلو. ورينا ايش ايش راح نسوي بشكل سريع. احنا معنا ثلاث اربع دقائق. بكل بساطه رح نعمل اول شيء دائره هون بالوسط. اوكي وخلف هيدي الدائره بنشيل جزء. اوكي بنخلخلها بعدين نقطع بهذه الطريقة. كثير سهلة صح؟ سهل؟ إيه يبلغ انت عندك سهلة لكن لو واحد من الشباب يقول اشتريت صندوق خيار في البيت ابغى اسوي وخسرت الصندوق كله بسوي زي ابو كريم خيار طبعا حوله سلطة. اسمه حسام بس لا تقول له اسمه حسام قطب يعني. اوكي يعني هذه وردة ها؟ ايوه نعمل وردة منها. طبعا اخذين مع الاعتبار انه الجزء اللي ينفع ما نكبه. والله كنت عامي. يا سلام لو التناسق الالوان مشاهدينا الكرام حاجة متعبة قوي. تناسق الالوان اللون الاحمر مع اللون الابيض عامل شغل جامد قوي قوي. ما شاء الله تبارك الله. ايوه
أنا لم كل ما أشوفك أنت تقطع البطيخة بالشكل هذا يا أبو كريم أيوة. أتذكر طريقتنا في تقطيع الجح لا أحسن منها يعني يعني أنا أحس أنك أنت كذا احترمت الجح كثير هذا يا طويل العمر طبعا شوف ما بيكلفنا دقيقتين ثلاثة ضفنا لمسة جمال أو طابع الاهتمام على سفرتنا ونفس الوقت نرجع ناكل البطيخة ناكلها أيوة. ما تروح نكفيها يا سلام بعدين طبعا كل ما يعني عطيناها وقت اكثر كل ما كان على حصلنا على نتائج مثاليه اكثر خلينا نشوف القالب ايوه صحيح خلينا نشوف اللي اطلع لك ابو كريم انت تكفي بطيخه طيب لا خليني اطلع القالب احسن من خلينا بطلع خلص انتهيت تقريبا اتفلسف شوي يعني انا بس اشوف حركته سريعه فبجرب بس هنا افا شوف هيدا افا لاحظ القالب بدا العجين يشرب الزبده وبالتالي يمتصها وياخذ نكهه الزبده بالاضافه للجبن والقرفه لكن من الضروري ما نقلبه إلا مثل هذا الا ما يبرد لان لو قلبته الان هو سخن حيفتح نحرص على هذه يعني ممكن نغطيه ونخليه برا ما تغطيه خليه كده يبرد حال الغرفة ساعتين ثلاثة بس قبل نقلبه يا سلام يا سلام طيب أبو كريم ترى أنا جبت العيد هنا بشكلي أبو كريم أيوه أبو كريم شو صار معك لا بس أنا يعني قلت بجرب السكين شوف فتحت فتحة هنا ما في مشكلة بسيطة يعني هذه حركة فنية جدا شفتوا جماعة جدا شفتوا يعني في داخلي أبو كريم صغير يعني هذه اخر شيء الله يسعدك ابو كده انتهى وقتنا يا ابو كريم انتهت حبه البطيخ هذه يا حبيبي صرنا. احنا يعني نقول لك يا ابو كريم انا نيابه عن المشاهدين نقول لك بيض الله وجهك تسلم انت شخص جميل حقيقه ومستفيد منك كثير قدمنا لكم في هذه الحلقه او قدم لكم ابو كريم في هذه الحلقه الشيش برك قدم البتاع قالب القرفي بالجبن بس قل لي قالب هذه مره ثانيه قالب يا النطق قالب القرفي بالجبن نوعين ايضا ما بقي الا ضبط السفره سوينا الحركه الحلوه هذه اسال الله ان يجعل ما تتناولونه في خير لكم وصحه وعافيه وان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال شكرا لكم على متابعتكم نلتقيكم غدا ان شاء الله في مثل هذا التوقيت في حلقه من اطالب واهلا وسهلا بنقول دائما من خلال هذا البرنامج من خلال فريق العمل كله اهلا وسهلا فيكم واهلا وسهلا بملاحظاتكم نامل دائما نكون عم نتوفى باختيار وجبتنا صيام مقبول وافطار شهي كمان بنذكركم ما تنسوا بوفيه مريز فيها انواع بترضيكم ان شاء الله السلام عليكم مع السلامة أصايب أصايب